الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فاللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجمع بها روح المصلى عليه بالمصلي عليه. ما دام الكلام في رحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنبدأ بالصلاة عليه حتى يفتح الله عز وجل علينا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذروة في كل مفصل من مفاصل الحياة، أستاذا، معلما، صديقا، ابنا، شيخا، موجها، إلى غير ذلك من الأمور. يعني في كل تصرف يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مجال من مجالات الحياة، كان صلى الله عليه وسلم ذروة فيه. إذا أردنا أن نتناول موضوع النبل عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن يعني حضرتك استشرفت الحلقة بموضوع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكرامة النبي صلى الله عليه وسلم، فاسمحي لي أن أقول ابتداء: كان هناك ملك من الملائكة ظل يستأذن ربه في أن يتنزل على رسول الله. يعني الملك ده كان كل اللي عايزه أن هو ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أذن الله له. ليه بقى؟ فلما أذن الله له ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا محمد، الملك بيكلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أما وإني ما زلت أستأذن ربي في أن أتنزل عليك حتى أذن لي لأخبرك بأنه ليس على الله أحد أكرم منك يا محمد. يبقى احنا الأول كده بنؤصل وبنحقق المعنى اللي حضرتك استشرفت به اللقاء. طيب، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، حضرتك لما نيجي نسأل عن فلان، ايه رأي حضرتك في أخلاق فلان؟ فحضرتك بتديني وصف بمقاييس حضرتك انت عن فلان. لا، ده فلان ده ملتزم، ده فلان ده يتسم بالأدب، ده فلان ده ماشي في حاله، صح ولا ايه؟ لكن إذا كانت المقاييس هنا هي مقاييس الله سبحانه وتعالى، يبقى لا مقاييس ولا تقييم بعد تقييم مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ وإنك لعلى خلق عظيم. طبعا دي لو فسرناها هتحتاج مننا حلقات كثيرة جدا، ومهما تحدثنا عن أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنحتاج أيضا إلى حلقات أخرى، لأن الله يفتح على القلوب والعقول حتى تستشرف المعاني وتستخرج الكنوز والأسرار التي تتعلق بأخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللي عايز أقوله للمشاهد إيه؟ هذا تقييم من الله لسيدنا رسول الله،